سلام متابعي الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة جديدة ديال غريبة البهلة، كتجي رائعة شكلا ومذاقا. ونخليكم دابا مع المقادير. عندنا نص كيلو ديال الدقيق، 160 غرام الزبدة، كاس ديال العنبة ديال الزيت، كاس ديال الكوكو محمر، كاس ديال اللوز محمر ومهروش، كاس ديال السنيدة، كاس ديال الجنجلان محمر، جوج خمارات، معلقة صغيرة ديال الخميرة حبيبات، معلقة صغيرة ديال القرفة، معلقة صغيرة ديال السمن، وقبسة الملح. ندوزو دابا للطريقة ديال التحضير. في العجانة كناخد طحين، كنزيد عليه الزبدة، كنزيدو قبيصة ديال الملح، كنزيدو السمن والزيت، ما نكبوش كامل على حسب نوعية الطحين واش كيشرب ولا لا. واللي ما عندوش العجانة بطبيعة الحال يخدم بيدو، النتيجة هي هي. ملي كيتخلط لينا العجين او الخليط، كنزيد كاس ديال السنيده، وكنزيد الكوكو، النواشف كامله كنزيدها، كنزيد اللوز والجنجلان، كنزيد ديك معلقه ديال الخميره حبيبات والقرفه، كنزيد الخميره ديال الحلوه، عندنا جوج خمارات، وكنخلطوا الخليط. وبالنسبة للسكر راها كتجي حلاوتها هي هذيك، واللي بغى يزيد كمية ديال السكر على حسب الذوق. أما الخميرة حبيبات فهي سر التشقق ديالها. ونخلط الخليط حتى كينسجمو المقادير كاملة. كناخد الخليط وكنجمعو بيدي مزيان باش كنتأكد بأن المكونات كلها انسجمت. كناخد الخليط كنحطه فوق سطح العمل، كندلكو واحد شويه، وفي هذه الاثناء راه الفرن كيسخن على درجه الحراره ديال 200 درجه. من بعد ما كندلكو العجين كنجمعوه، وهنا كي كتشوفو كنقدر نشكل الكرة بكل سهولة. ناخد الميزان وكنعبر به قياس ديال 35 غرام في كل حبة باش يجي القياس او الشكل ديالهم متساوي. واللي ما عندهاش الميزان تحاول دير قياس واحد. وكنبقى مستمرة حتى كنكمل العجين كامل اللي عندي.
وكيف ما كتشاهدوا، ملي كملنا العجينة كاملة شكلناها على شكل كريات، كناخد الكراية وكنديرها على شكل غريبة، كنديرها في غلاطة مرشوشة بالطحين باش ما تزلقش لينا داخل الفران. وملي كنكمل العجينة كاملة أو الكريات كاملين، كندخل اللاطات للفران وكننقص الفران من 200 درجة ل 180 درجة باش ما تحرقش لينا الغريبة. هذا بالنسبة للفران الكهربائي. واللي عندها الفران ديال الغاز كتشعلو مزيان حتى كيسخن، كندخل ليه الغريبة ديالنا، كننقص من الفوق ونطفي لتحتاني حتى كتلقق لينا الغريبة، عاد كنشعل لتحت باش كتحمر لينا الغريبة ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبة ديالنا. من بعد ما طابت كتجي مشقة ومذاقها هائل، نتمنى تجربوها ما غاديش تندموا عليها. وإلا عجبتكم لا فيديو شاركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد.